بدي أشرح الفكرة اللي فيها اللي ضغط الوضع، قانون الوضع. هسا احنا كان عندنا قانون بالمادة اللي هو T1 plus C12 يساوي T2. هسا هذا القانون لو ما كان، هسا هذا القانون مستعمل بكل لأي شكل من الأشكال بالحياة، زومبرك، سبيس ميكانيك اللي هني ساترايت، يعني فريكشن، أي شيء. هسا في حالة خاصة من القانون بتكون بحالة واحدة أو حالتين بالأخرى، لما يكون السؤال فيهوش فريكشن، ولما السؤال ما يكونش فيه قوة خارجية. لما يكون السؤال ما فيش فيه فريكشن ولا قوة خارجية، بنطبق قانون ثاني اسمه T1 بلس V1 بساوي T2 بلس V2. T1 و T2 زي الأولانيات، نص ام في تربيع. V1 و V2 ال V بدها تساوي V إلاستيك، يعني V للزنبرك، زائد V جرافيتي. طبعا V سبيس ميكانيك، بس ما فيش ساترايت، يعني مش راح ناخذ ساترايت. فايش جرافيتي والاستيك؟ الالاستيك شو بدها تساوي؟ نص كي اكس تربيع، اللي هي نفسها التكامل وما تكامل، بس هسه هون مش رح نتعامل بسالب، زائد في جرافيتي ام جي اتش. بنكون محددين داتم، فوق الداتم موجب، تحت الداتم سالب، زي هيك. وبالوضع الثاني نفس الشيء، وضع الزنبرك الثاني ووضع الجسم الثاني. فاحنا بدنا نحل هذا المثال. هذا المثال بروبلم عادي، يعني حكى لي الام بتساوي 9، الام 9، وحكى لي undeformed length. هسنا نركز لما يحكي لي في undeformed length، دائما بنطرحه من الطول اللي معطيني اياه بالسؤال، الطول الثاني اي طول، يعني خلص كلمه undeformed length راح يكون في طرح، لازم يكون في طرح، لو ما طرحش undeformed length بكونش في طرح. طيب شو ال undeformed length؟ 10 سنتي، يعني لو نحكي نسميها الانيشال 0 بوينت، او 10 في 10 قوه سالب 2، 10 في 10 قوه سالب 2، والكونستانت 500 525. حكى لي الريلايزد فام ريست، يعني تي 1 0 لانه في 1 0. حكى لي اوجد السرعه لما توصل بوزيشن 2، هاي بوزيشن 1 وهاي بوزيشن 2. لو ناخذ الداتم هيك هذا الافقي، ف راح نطبق القانون احنا مباشره، تي 1 بلس في 1 بيساوي تي 2 بلس في 2. تي 1 0، تي 2 طالبها اللي هي طالب الفي منها. الفي 1 في عندنا في الاستيك نحطها على جنب، وفي جرافيتي على جنب. في الاستيك، الاستيك نص كي اكس تربيع. شو الاكس؟ نص في 525 في اكس تربيع. شو الاكس؟ قديش طوله؟ طول الزنبرك هون 20، بس بنطرح منه الانديفورم لينكث 20 ناقص 10، يعني 10. ايش 10 ضرب 10 قوه سالب 2 تربيع، ويساوي عدد في جرافيتي. لو اديتهم هون، لو اديتهم هون فيش مسافة مشاها، معناته صفر. جرافيتي صفر. نروح على هسه تي 2 بتساوي 9 2 4.5 في تربيع. هاي ايش؟ هاي في 2 تي 2. هاي بضل عند في 2. في 2 وضع الزنبرك بتساوي، قصدي في الاستيك زائد في جرافيتي. الفي الاستيك وضع الزنبرك هون، وضع الزنبرك هون، هاي 20 ونزل 15، يعني لو مثلث قائم، لو مثلث قائم الزاوية الوتر 25، 25 نطرح منه انديفورمد، دائما نطرح الانديفورمد دائما. فبكون ايش؟ نص في 525 في كي تربيع، اي اكس تربيع، اللي هي 25 ناقص 15، اي 25 ناقص 10 ويساوي 15 ضرب 10 قوة سالب 2 تربيع. في جرافيتي شو بدك تساوي؟ ام جي في اتش، ام 9 جي 9.81، ونزل 15. الديتم هون نزل 15، يعني سالب 15، يعني 9 ضرب 9.81 ضرب سالب 15 ضرب 10 قوة سالب 3. طبقهم بالقانون مباشرة. هاي الحل، يعني لو بدنا لسه بدي اضل احسب هسه وناخذ وقت. في 1 حكى لي في الاستيك بلس جرافيتي، اللي حكى لي بتساوي 2.6 اللي هي في الاستيك، بعدين في جرافيتي 0 لانه عديتهم. بعدين اكس 2 اللي هي الزنبرك الثاني بنطرح منه انتي فورم لينكس، الفي الاستيك زي ما عملت، الفي جرافيتي سالب 15. طبقهم بالمعادله بتطلع 1 بوينت، بتطلع معي 1.5، هي فعليا 1.488، بس الكتاب بقرب. بس يعني هاي فكره الزنبرك اللي بكون او كولر وبتحرك على يسرح، احل كل بروبلم اللي هاي موجودين.